مرحبا، اليوم بدي اعمل انا وياكم طريقة تحضير كعك باليانسون. عنا 4 كوب ونص طحين نخلتهم، 1.5 كوب سكر بودرة كمان نخلتهم، 1 كوب زيت نباتي، 1 كوب حليب، 1/2 كوب نشا، 1 ملعقة صغيرة بيكنج باودر، وبدي استعمل كمان 1 ملعقة صغيرة فانيلا، بيضة، 1 ملعقة صغيرة ينسون ناعم، 1 ملعقة صغيرة ينسون حب، ورشة ملح. لنبلش الطريقة مع بعض. بسم الله. أول شي بحط فوق طحين ينسون، كمان البيكنج باودر، نشا، بنحركهم مع بعض. هلا بجط تاني بحط سكر بودرة، ملعقة صغيرة فانيلا، بيضة، رشة الملح، حليب، زيت، بخلطهم منيح مع بعض. بس خلطناهم منيح، هلا بحط شوي شوي طحين وبعجن. هلا بحط الكمية الباقية وبعجن بالإيد. أول شي منحس العجينة رخوة، بس كل ما عجناها كل ما شدت على بعض أفضل. طهينا من العجن، لازم تكون العجينة بهيدا الشكل. إذا طلعت شوي رخوة فينا نرش رشة خفيفة طحين لتصير بهيدا الشكل. هلا بدي أعمل أنا وياكم العجينة عشان نحطها بالفرن. بعملها بهيدا الشكل. وبحطها على ورق الزبدة كمان نفس الشي، بعملها بهيدا الشكل. بنحطها على ورق الزبدة. هول الكعكات بعد ما حطيناهم على ورق الزبدة، هلا بدخلهم على فرن حامي مسبقا درجة حرارة 200. هيدا الكعك اخذ بالفرن حوالي 8 دقايق. هيدي كمية الكعك اللي عملتها أنا وياكم، بتنفع لجميع المناسبات، وهيدا الشكل النهائي. بتمنى يلي بيحضر الفيديو يبعت تعليق إذا عجبته الطريقة أم لا، وإن شاء الله بشوفكم بالفيديو الجاي. باي باي.